بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيد محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بس أنا هاي أنا بدي أروح مشوار، بس حبيت أنا أحكي. شوف، أنا لابس الكفوف هدولة وحاطط الكمامات، ما بهمني الناس. طبعا الكمامات إذا شايفين هاي النقطة، هاي عطر، هذا زي العطر اللي هو الإسلامي، هذا المسك مش السبراي. حاطط نقطة هون نقطة هون عشان إيش؟ تحسن الريحة شوي، يعني هيك لما أشم يعني على الأقل ريحة عطر من الأصلي، زي هذا الدهن، عود زي العود زي المسك زي الشغلات اللي زي هيك. حاطط هون هون كم من نقطة وهون كم من نقطة على أساس تخفف الريحة علي شوي، يعني لما أنا أستنشق. بس ما حدا يتمسخر عليكم إذا طالعين. أنا هلأ رايح أشتري أغراض مثلا من الجمعية، تعرفش مين اللي حيمسك قبلك، فرجاء إذا بدك تطلع عادي جدا انك تلبس الكفوف. اللي بده يضحك يضحك، مش خذ لك عادل، يعني شغل ابو عرب، يعني خذ لك عادل، يعني خايف ينعدي، يعني انا مش عارف والله، مش ولا كيف اللي انعدوا. يعني اذا وصلت الحالات فوق ال 80 ولا 90 ولا 100 حاله بكل دوله، كيف هذا اللي صاروا هيك؟ فمش عيب ولا تستحوا ولا تقولوا المكياج بخرب ولا تقول اظافر مش عارف ايش. هاي اشياء وقائيه لازم انت تتخذها قبل ما تطلع مشوار. تعرفش انت لما تمسك العرباي تبعت الجمعيه ولا الرف ولا المعلبات مين مسكهم قبلك ومين هذا، يعني فانت ما بتعرف. فاذا بدك تطلع عادي جدا، هاي بدي اسوق السياره وانا لابس كفوف وبدي اطلع وما بهمني الناس، ولا تحط ببالك اي لحظه انه واحد يتمسخر عليك. يعني ما اللي بقول لك هاي ما في منها فايده، على الاقل يعني ما بتضر، يعني في منها فايده. ولا ليش اللي بدهن بحطها؟ وليش اللي بحط مبيدات حشريه بحطها؟ وليش اللي النيرس والدكتور اللي بيسووا عمليات جراحيه بمريض بحطها؟ وليش هذول كلهم بحطوها؟ وليش عامل النظافه بحطها؟ ليش كلهم بحطوها؟ كلهم ما بيفهموا. ولو شوف مين بحطها هون، الفلبينيين والهنود هم اللي بحطوهم، واحنا شغل عرب انه خذ لك عاد يلا عاد. ايش شو يا حلو، ايش هاي يعني، يعني شو وظيفه؟ يا والله حاطط كمامه انت ما شاء الله عليك. ما حدا يتمسخر عليكم وما تهكلوا هم، واحسن بي سيف، احسن بي سوري. اوكي، الله يعطيكم العافيه، والله يحميكم يا رب ويشفيكم ويشفي مرضاكم واحبابكم ويبعد عنكم المرض، يبعد عنكم شر بني ادم يا رب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله.